جينا بقى اللعبه من لعب بابا وماما اللي كانوا بيلعبوها وهم صغيرين ولسه مستمره لحد دلوقتي. كنت العب منديل طبعا. اكيد هيكسبوا طبعا يعني. ماشي. هم اللي هيكسبوا. أكيد. هنشوف مين اللي هيكسب. يلا بينا. يلا كل واحد عارف بقى. واحد اتنين تلاته اربعه. واحد اتنين تلاته اربعه. نبتدي على طول ونقول تلاته. الله عليك. الله يا ايمن. نركز. 1-0 للفريق الاحمر. برافو. يلا نقول اتنين. الله يا ماما. 1-1. يلا بينا. يعني حلوه الانتصارات وكل حاجه بس عايزين نكمل لعب. ماشي يلا. ايوه نقول تلاتة. تاني تلاتة. برافو. اتنين واحد. نركز يا ايمن. نقول ارجعي ارجعي ارجعي. بصي الام فين. ارجعي عند الام. ايوه كده. نقول واحد. الله ده كده ده كده ده ده انا عملت كده. ماشي اوكي كده. احنا كام كام كده؟ اتنين اتنين. اوكي يلا بينا نقول رقم ثلاثة. برافو يا ايمن. أربعة. تعالى أنت رايح فين؟ كده تلاتة اتنين. يلا نقول رقم أربعة. برافو برافو. أي 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 خدوها في نفس الوقت. خدوها في نفس الوقت. ارجعوا يلا. خدوها في نفس الوقت مش هتحسب لحد. ماشي ارجعي لورا ارجعي لورا. شايفين القمع فين؟ شايفين القمع فين؟ كله ارجع كله ارجع كله كله ارجع. ونقول احنا كام؟ احنا تلاتة اتنين. نقول أربعة. برافو يا ساندرا. ساندرا الأول. ساندرا الأول. حلو حلو. ارجعي ارجعي يلا. أنا عاجبني الاحتفال يعني بس مش كده. أربعة اتنين. أربعة اتنين. ونقول اتنين. برافو يا ماما. برافو والله. أيوة شاطرة جدا. كده كام؟ أربعة تلاتة. ماشي نقول رقم أربعة. انت طلعت ليه؟ انت خسرت. انت هي ما هو خسر. ما هو انت كسبتي بس هو خسر لك فاتحسبت هنا. فبقينا كام؟ أربعة أربعة. يلا بينا ارجعوا ارجعوا ارجعوا. أيوة كله ارجع كله ارجع. ونقول رقم واحد. ده أنا حاطة إيديا هنا. ده أنا حاطة إيديا هنا والله عشان فرق الدول والله يا فندم والله. كده 5-4. نركز يا جماعة. فاضل نقطة. فاضل نقطة. النقطة دي مين هيجيبها يا ترى؟ نقول اتنين. يا أمهات يا أمهات يا أمهات. كده كام؟ 5-5. 5-5. تعادل ما بين الفريقين في لعبة المنديل. واضح إن بابا وماما كانوا بيلعبوها وهارين نفسهم لعب. شاطرين جدا جدا جدا. اتعادلنا اتعادلنا اتعادلنا. فاضل نقطة. عايزين نقطة واحدة؟ طب يلا آخر نقطة عشان نشوف مين اللي كسب بقى. نعمل اختبار. ده احنا 5-5. احنا 5-5. ارجعي ورا ارجعي 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 ارجعوا. 5-5. 5-5. اللي هيجيب دي هيكون هو اللي كسبان. نقول رقم تلاتة. حلوة حلوة حلوة. شطارة حلاوة طعامة لذيذة. كده يبقى الفريق الأحمر هو اللي كسب. وتعالوا نخش نشوف بقى اللعبة التانية اللي عندنا.